السلام عليكم، معكم خالد الكبير صانع شموع. اليوم مدينة سالا تتصادف يوم 11 ربيع الأول من سنة 1445 من سنة 2023 ميلادية. احنا اليوم كنقوموا كما العادة لأكثر من 500 سنة أن عائلة بالكبير تتقوم بهذه التظاهرة الدينية، وذلك بالاحتفال بمولد خير الأنام، وذلك بطريقة مغايرة عن طريق زويق شموع عددها 12 مصنوعة من الخشب ومزركشة بأشكال هندسية. مع الأسف هذه السنة تمت زركشة تلك الأشكال الهندسية 12 شمعة، إلا أنه ارتأينا احنا كعائلة بالكبير أنه ما نحتفلوش بطريقة ديال الأهازيج، وذلك نظرا لما وقع من فاجعة في منطقة الحوز، أي ما وقع من زلزال وأخلف ضحايا رحمهم الله. وبالتالي احنا اكتفينا هذه السنة بأنه نقوم بالاحتفال عن طريق الذكر الحكيم، قراءة القرآن، ثم كذلك عن طريق مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.